احمد محمد عبد طافح من اهل دمياط، وكنت احد المدافعين عن مصر، وكان لي الشرف ان اكون من احد العابرين قناة السويس يوم العبور. فرحنا وفرحتنا بين نسبة بعضينا، وشلنا القوارب ونزلنا القناة. مجرد ما القوارب لبست المية وقفزنا في قلبها وكل واحد أخذ موقعه فيها بدون أي مشاعر ما تتوصفش، وصرحة الله أكبر دوت رعبت القوات اللي قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لواء أركان حرب يوسف نويصر من مواليد دمياط. دخلت الكلية الحربية سنة 52 وتخرجت سنة 55 وحصلت على بكالوريوس العلوم العسكرية. كنت قائد الموقع الخاص باللواء 105 صواريخ دفاع جوي مختلط في الجبهة، بغرض حماية القوات المجمعة في الجيش الثاني والثالث أثناء قبل العبور في منطقة التجمع، وأثناء العبور، وأثناء التطويل لو حصل تطويل الهجوم. كنت بخصص للمواقع طيارات حسب قرب كل طيارة أو كل هدف معادي للموقع اللي خصصه له. فكانت الحصيلة بتاعة الطيارات اللي وقعت الإسرائيلية في اللواء 105 24 طيارة إسرائيلية. قمت يا مصر وخدنا بإيدنا، خدنا بإيدنا اللي خدوه يوم بالغد. قمت يا مصر. حامد مصطفى الجنيدي، محافظ دمياط، قرية السيادة. كنت مجندين سنة 73، فلقيت شاب مصاب ونايم على الأرض وجنبه صاروخ كده. طيب انا كان سلاح اشاره، فقال لي تعالى كده، وطبعا صوته تعبان جدا، حط الصاروخ ده على كتفك. وقلت له ده اربجيه، قال لي لا هو صاروخ اسمه سام 7، ومجرد ما اللمبه الحمراء دي تنور اضغط على الزر ده. فعلا انا صوبت الصاروخ زي ما قال لي، ومجرد ما اللمبه، هي في لحظات ثواني، ضغطت على الزر الاحمر، مجرد ما اللمبه ضغط على الزرار طلعت طلقه دانه من الصاروخ على الطياره، فتكت ترى الفانتوم دي. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي. اسعد حسن ابو الهدى من محافظه دمياط. جنيت سنه النكسه بعد النكسه على طول مباشره، والتحقت بالدفاع الجوي اشاره واستطلاع. لما موقع احنا كنا نسميه يعني بالمعنى بتاعنا كده ابو جاموس، كان يطلع منه المدفعيه الثقيله تضرب بالطلقه تعمل عمليه هز، كنا نسميها ابو جاموس. المدفع الموقع ده كان لنا القدر ان احنا اللي احنا نحرر هذا الموقع. طبعا يوم 11 ما كانش حد موجود في الموقع، يوم 12 عايزين ياخد بيه تمام، انا معايا جهاز صغير رقال شايله على كتفي، عايز ادي الاوكي بالنسبه للفرقه الخامسه ان الموقع ده تم تحريره. يوم 12 الساعة 6 الصبح القوات بتاعتنا الصاعقة اللي دخلوا كل والمشاة خرجوا من الناحية التانية. هذا الموقع فيه دبابات، فيه ذخيرة، فيه صواريخ، فيه سينما، فيه حوض سباحة. ما احناش مصدقين ان فعلا خط بارليف ده ان فيه هذه الامكانيات، واحنا امكانياتنا صغيرة. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي. خلاصة الكلام بتاعتي اللي انا عايز اقوله ان مصر بخير، وان ما زلنا على استعداد نحارب اسرائيل مره واثنين وثلاثه طول ما هي قائمه حتى الان، ومهما وصل لها المعدات وامريكا اللي واقفه جنبها. اجلا او عاجلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اسرائيل دي ستفنى في يوم من الايام، بنا او بالاجيال القادمه ان شاء الله. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي. احمد شطا، توزعت كقائد سريه مهندسين ضمن كتيبة مهندسين والمسؤولة عن شمال قناة السويس، 25 كيلو من قناة السويس، من المعابر والتجهيزات الهندسية والألغام والمفرقعات والطرق وواجب سلاح المهندسين عموما، وطريق دمياط بورسعيد الساحلي لعزبة البرج،
حتى كوبري دمياط اللي على النيل الحديد المعدني، وشفت ناس تعرضت للموت المحقق والمستحيل النجاة منه، ومع ذلك لم يصيبهم شيء على الإطلاق. محمد حسن محمد صقر الشاعر محافظ الدمياط. أنا شاركت في حرب 73 وفي الثغرة في معركة دفوسوار، وطبعا حصلت تدخل مع العدو، وبعد كده حصلت إصابات حولنا بعدها للمستشفى. أتمنى من شباب اليوم إنهم يعرفوا إن إحنا ضحينا شهداء راحوا وجرحى عايشين لغاية النهاردة، اللي من غير عين، اللي من غير رجل، اللي من غير ايد، كله ده عشانهم هم، عشان نساهم في حياة كريمة ليهم مرفوعين الراس. أرجو إن هم يعرفهم المعاناة والتضحية اللي آبائهم وأجدادهم عملوها علشان خاطرهم، يقدروها ويحافظوا على البلد ويكملوا من المسيرة بتاعتنا ودعواتنا ليهم من قلبنا.